ما في حاضر حاضر مين فيكم سليم؟ سليم اهو اهو سليم اهو فين سليم؟ فين سليم؟ انت سليم انا سليم وريني بطاقتك هو سليم انا سليم اتفضلوا نعدي اتفضلوا حاضر هو انت معروف هنا ولا ايه؟ اهو الولد ده مش معانا ساعة البيت يا ريت تسيبوا عليه الكلاب وتخلصونا منه ما ينفعش لازم يدخل ويشوف العروسة بعينه يا شباب الشتات كله ده حراسة على باب دي اكتر من الحراسة اللي حدانا في المركز اللي بتزورنا افتكرت والله فكرتني ده باين له معانا بس اصل الذاكرة عندي اتهزت من ساعة الخضة سيبوه يا بروجي زي عليك ربنا بتسيبني يا بروجي يا عم انا يشرفني ان انا اطلب ايد بنت حضرتك واحنا علو باشا مستعدين لكل الطلبات الحياه يا جماعه انتوا يعني يا سبحان الله والله يا سعاده الباشا ومالك عليا حلفان انا طول السكه براحي في الجوز دول وبقول لهم على نفس الكلام اللي سعادتك ما قلتوش قلت لهم يا اخواني انتوا فين والباشا في ايه هي العين تقل على الحاجب مالك يلا الله في ايه يا جاي الله الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط تشكر يا سعاده الباشا علو باشا احنا برضو ناس مش قليلين انا واعوذ بالله من كلمه انا من كبار رجال الصناعه في مصر العربيه المتحده العربيه المتحده ما تتنفخش قوي كده ما المصنع واقف هو ما يعرفش حاجه بس انا على حسب معلوماتي ان سليم ابنك عاطل وصايع وطول النهار بيجري ورا البنات ومقضي الليل كله لغايه الصبح في السهر في الديسكوهات والكباريهات لا حرام الظلم حرام ان جيت للحق والحق يتقال يعني ابوه بقى اسمه قال عنهم مراحل اتفرج يا حيوان الله يا عم دي كلها اشاعات مغرضه ربنا يقل لي بختك يا سليم انت عايز تقول ان الباشا بيقول اي كلام وما بيفهمش حاجه ده انت ناقص طول النهار موسى نطاح في ايه يا ابن الورد انا ما زلت مصر ان الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط بس يا بابا انا خلاص يا بنت انا اسف يا جماعه طلبكم مرفوض بقى انا بنتي مثال الشرف والعفه والطهاره اجوزها لواحد زيك لا ربنا يصلح حالك ويوفقك في اللي انت بتقوله وانت يا مدام اسمعي كلام ابوك وما تخرجيش عن طوعه الله كده طب ايه رايك بقى ان بنتك مقفوشه معايا في عربيه اخلص وقول له على الشقه وفي شقه مفتوحه بقول لك اخرس ما تاخذنيش يا سعاده الباشا انت اللي تخرس وتحط في بقك بلغه كمان لان من ناحيه مقفوشي في ايه مقفوش والدليل معاي الدليل اهو اتفرج يا بروجي شوف شوف صوره البنت مع الواد اللي اسمه تامر حسن العاطفي دي عاملين مع بعض فيديو بليب يا نهار اسود ده بليب وزداني اتفرج وحمص يا اخي خد سليه سليه اتفرج يا بروجي يا فاكر يا مكرمة لا 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 عيب لا 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 بنتنا غلطت نقفل الباب علينا ونربيها وما نحشرش منجز زي ده في وسطينا انا لازم اقتلها وانا ما عنديش مانع امسك دي وشرف امي اللي قتلها وشرف امي اللي قتلها يا جماعه العباس بس دول ما يطلعوش من هنا هاتوا الكلاب انا بغرضك يا مولودي يا نهار اسود ما كنت جبت لك كمان معزتين يسرحوا وراك في الجنينه يا شيخ الغاطي او جاموسي انتوا بتنقزوا عليا يا بهوات ومال معزتين يا برشدي طب شوف انت اللي ادالها عاد ابنك معزه واحده ترضى بيه ويكون في علمكم انتوا الجوز فات من المهله اسبوع مبسوط يا فالح بيقول لك فات اسبوع يعني كفر محمد ابو سويه لما هيطرب من الايدينا على عموما اني لقيتها خلاص يا الله في ايه في ايه بين ده تحيه الضيف بس لطاف والله باخد لك خمسه منهم وانت ماشي يا فوت يا كبيرة لازم السقف ولا ايه؟ شوف كده انا اكون فرخه باظت في قفاها ما تقلقش يا مروجدي ده العيشه وقعت علينا كلها في لخبطه بطلت ايه؟ انا بقول يلا نلحق
صلاة الظهر. ما تستنى لما نشوف الراجل ده يمكن نصلي عليه بالمره. يبقى فرصه اروح اتنط وارجع يا شباب. لا استنى، مش جايز يحدفوا علينا سيجارتين بنجر. صباح الفل يا ابني النيل. صباح الخير يا فرح النيل. نورت المكان يا ابن الاصول. الله يخليك يا بنت الاصول. اتفضلوا جودو. ومين اللي جنبك ده يا ابن الاصول؟ انا ابقى الاصول نفسها. مساء الخير. مشربها على جوزك. نورت البلد يا ابو العريس. بلد منوره باهلها. امال فين العروسه؟ واحنا مش هنشوفها. هتشوفها يوم الدخله ان شاء الله. طريه يا سيادتنا. طب لا مؤاخذه يا عريس، قانونا لازم العريس يشوف عروسته، واللي اهم من ده بقى اللي انا اشوفه عايز. ومين اللي فط زي الوطواط ده؟ ده محامي العائله واللي هيشهد معايا على الجوزه، قصدي الجوازه. وجوده معانا ضروري يا كبيره. بقول لك ايه يا حاج، خلينا نشوف العروسه وهو بيفرح. انت بقى يلا. خلاص يا ولد، مجلس العيلة وافق تشوف العروسة. هاتوا العروسة. ايه دي اللي وقعت منهم؟ مين دي؟ العروسة. لا احنا عايزين واحدة ما تلمستش، مش ما بلغتش. احنا سلو بلدنا نسطر البنات صغار. بس مش قوي كده ولا ايه؟ وانا كشفت عليك يبقى لازم انت سطرني. باي عليك وعلى اللي خلفوك. هتسطرها ولا مش هتسطرها؟ اذا كان ربنا امر بالستر هعترض انا. الف بركه يا حبيب اخوك. الله يبارك فيك. صبرت ونولت؟ لا ده انت زهرت ونولت.